سلام غزالة ديالي، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غنعطيكم واحد الوصفه اللي رائعه للبشره الحساسه، وسيرتو في هذا الجو هذا ما بين الربيع والبرد، ممكن يكون واحد الجو اللي كينشف البشره، كيعطينا واحد الاحمرار، يعني البشره كتولي سونسيبل بزاف. مهم، هذا الماسك راه خطير 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 للوجه، كيعطيه واحد تنظيف عميق. مهم حاولوا ديروه، انا اكثريه كنديرو ملي كنكون يلاه جايه من الخدمه وكنحس بالبشره ديالي عيانه وخصها شي حاجه اللي تغديها، كندير هذا الماسك. هذا ماسك من الماسكات اللي كندير. مهم، انا غادي نشارك معكم هذا الماسك، كيتكون من جوج ديال المكونات. مهم، تبعوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه ديالي، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم وحتى بلي كومونتير. خليكم معايا، غادي ندوزوا للمكونات. من المكونات البنات، نسيت ما قلت لكمش باللي غادي نعطيكم حتى وصفه للهالات السوداء اولا لي سيغن اللي كنديرها ملي كيرجعوا ليا، بما انهم رجعوا ليا دابا. راه معروف لي سيغن كيجيو من الصهير مع التليفون، المهم الصهير صفه عامه، ستريس، بعد مرات كيكون مرض داخلي، يعني الله يسر المصارن اولا الكبده، وهذا النوع هذا خصو ضروري ما يشوف الطبيب ديالو ويكثر من شرب الماء. مهم، انا غادي نعطيكم حتى وصفه لي سيغن، غادي نشاركها مع هذه الوصفه هذه نيت. مهم، دابا ندوزو للمكونات. بالنسبه للمكونات، الوصفه اللي كتريح الوجه وسيرتو في هذا الجو هذا اللي تينشف لينا الوجه ديالنا وتعطينا احمرار للوجه، المكونات فهما بساطين بزاف، موجودين في كاع البيوت، ماشي شي حاجه فيها مواد حافظه، شي حاجه طبيعيه 100%. اول حاجه البنات عندنا الفول مطحون، الفول مطحون ومليان مزيان مزيان. ثاني حاجه اللي هي باش غنخلطوا الفول ديالنا المطحون، اللي هي اللبن. راه اللبن المنافع ديالو للبشره راه خطيره، اللي ما مجرباش فانها تحاول انها تجربه، حيت كيعطي واحد التنظيف عميق للبشره. وسيرتو انا كنركز للبشره الحساسه، البشره الحساسه يعني مولاتها تقدر دير مثلا تخلط بدانون السوس او الزبادي، تخلط به ماسك ديرو، يقدر يخلي لها احمرار في الوجه ديالها. اللبن 100% ما تيخلي حتى حاجه، وتيعطي واحد النضاره وتوافق جميع انواع البشره، يعني ديروه بعويناتكم مغمضين. صافي، انا غادي ندير هذا الماسك، عاد نوريكم مكونات ديال الهاله السوداء. بسم الله، غادي ناخذ غير القياس اللي غادي ندير، غادي نخلط الفول مع هاد اللبينه. من الاحسن يكون في الثلاجه، يكون بارد. المهم نخلطوهم حتى يوليو على شكل كريمه. ها نتوما، حتى يولي الخليط على هذا الشكل هذا، شفتوا باش كيثبت لكم على الوجه ديالكم. قبل ما غادي ندير هذا الماسك، غادي نديماكي الوجه ديالي، وعاد غادي نديرو. المهم انا كنديماكي الوجه ديالي بنيفيا، كريم نيفيا اللي هو معروف فعلا زوين. ناخذ الطينه، بعد ما دي ماكيت الوجه ديالي، دابا غادي نابليكي لو ماسك قدامكم. بسم الله، خصني نحاول ما نبقاش هاد البلايص. بسم الله، البن راه رائع للبشره الحساسه، انا كنقولها ونعاودها،
وكنركز عليها حيت مجربه ماشي غير زعما هضره. الفول هو مكون طبيعي راه معروف. ركزوا على هاد البلايص اللي كيكونوا عندنا فيهم استمرار، وعلى الحنيكات ديالنا اللي كيشدوا الشمس والاحمرار، وكذلك الجبهة. صافي البنات، هنا ساليت. دابا غادي نشارك معكم المكون الوصفة الثانية اللي تهي كتكون من جوج ديال المكونات، وتقدروا تكتفيوا غير بمكون واحد راه كافي انه يخفف لكم الهالة السوداء. المهم انا بغيت نستغل الفرصة، داكشي علاش غادي نديرهم بجوج في دقة واحدة باش ما نطولش عليكم. الوصفة الثانية اللي هي ديال الهالة السوداء كتكون من الماء ديال الخيار، يكون مطحون بالقشور ديالو ومصفي، اولا تحكيه في داك الحكاكه الرقيقه وتصفيه تيعطيك هذا الماء هذا زوين. انا غادي نزيد عليه قطرات من زيت اللوز الحلو اللي هو غني عن التعريف انه كيفتح ومرطب ومقوي للبشره وبزاف وملين كذلك. غادي ندير جوج ديال القطرات، غادي نحاول نحيد هادشي اللي داير على العين ديالي. هكا ناخد قطنة نقسم هذا جوج، بحال هكا، ونديرها في هذا الماء ديال الخيار اللي مع زيت اللوز الحلو. نحاول نديرهم هكا يشربوا لي داك الماء. هانتم كيف ما كتشوفوا كيشربوا الماء كامل. المهم غادي نعصرهم واحد شويه، نحاول نسقها تحت جفون العين ديالي هكا. دابا غير كنوريكم كل ما هذا ما كنتش دايره معكم بالفيديو، غادي نخلي القطنه كامله دايره وغادي ندير عليها نديرها في داك الماء ديال الخيار. ما سقطش ليا هذه، عطوني نعاود. غادي نديرها في داك الماء ديال الخيار ونحطها على عيني كامله، راه كتجي زوينه هكا كتلصق. انا درت هذه كامله بالصح، نزيد هذه اوبس معليش. مهم فحال هكا البنات، تخليها هكا تحت العين ديالك وغادي تكاي واحد 30 دقيقة ما بين الماسك وما بين لو ماسك ايضا ديال الهالة السوداء. اتخليهم 30 دقيقة وانتي مرولاكس يا هكا باش الماسك باش وجهك كي ياخد حقه من لو ماسك، والهالة السوداء ايضا كي ياخدوا حقهم من الماء ديال الخيار وكتستافدي. ما دابا شدت ليا القطينه صيبتها مزيان. المهم ما تنساوش حتى فوق العين ديالكم راه مزيان، حيت هانتوما الهالات راه كيكونوا دايرين على العين، كاين اللي كيكونوا عنده غير من التحت وكاين اللي كيكونوا دايرين عنده على العين ديالو. انا بالنسبه ليا كيكونوا دايرين عندي على العين ديالي، دونك خاصني ندير
المجيء الخيار على عيني كامله. مهم انا دابا غير باش نوريكم، غادي نبقى 30 دقيقه، منها نرتاح، منها الوجه ديالي ياخذ حقه من الماسك، ونغسل الماسك ونرجع ليكم. الصاله ديالي من بعد ما غسلت الماسك ديالي، هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها. كيعطي واحد اللمعان، المهم الوجه كتحسي به تنقى بزاف. وبالنسبه للسيغ فخاصو المداومه، ما كيمشيوش من الدقه الاولى، يعني كيبقاو غاديين ويتفتحوا الى داومتي على الماسك، وماشي مشكل ديريه كل نهار الماء ديال الخيار، فما عنده حتى شي ضرر. المهم البنات، بالصحه والراحه لو ماسك. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، خليكم نخليكم على خير.